للحديث عن استمرار عمليات التهجير في منطقة البكرية في الغزلية ببغداد معنا المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. أهلا بك شيخ فايز. بداية، كيف يمكن تفسير هذا الاستهداف المباشر وعمليات الهدم والترحيل ضد أهالي منطقة البكرية غربية بغداد؟ تفضل. تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. ما يجري الآن في منطقة البكرية غرب بغداد هو معد مستقل، بمعنى لو كان الكاظمي أو حكومة الكاظمي في نيتها الغاية منها تشكيل ضباط أو مراتب ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب، نعم، لكان هناك آلاف الدونمات في بغداد خالية وممكن توزيعها أو بعض المناطق المتجاوز عليها وبكل تأكيد متجاوز عليها من قبل الأحزاب والميليشيات أو التابعين للأحزاب والميليشيات. نعم. لكن الغاية من حكومة الكاظمي هو تهجير أبناء هذه المناطق مثل ما حصل في الغربية وفي مناطق ديالة، نعم، وفي جبل الصخر وفي اللطيفية وفي حزام بغداد من الجهة الغربية منطقة أبو غريب الرضوانية، وبالتالي هذا مشروع معد طائفي وبضغينة طائفية وبحقد طائفي وبتغيير ديموغرافي واضح. نعم. ليس المقصود هو تسكين ما يسمى بضباط أو مراتب جهاز مكافحة الإرهاب. نعم، لكن شيخ فايز، يعني الحكومة من جانبها بررت ما تقوم به بأن هناك من تعدى على هذه الأراضي وغير مخطط المنطقة. السؤال هنا، ما مدى قانونية وجود الأهالي في هذه الأراضي والمنازل في البكرية؟ كل المناطق، يعني كل الأراضي الموجودة في بغداد الخالية هي غير مسجلة باسم المواطنين، والمناطق المتجاوز عليها في البناء من قبل أحزاب الميليشيات هي ليس مسجلة باسم أي مواطن، بل إنما منطقة البكرية هي مسجلة قبل 70 إلى 80 عام في بأسماء أهاليهم، وهناك صدور إجازات بناء قبل عشرات السنوات، ولا يحق للكاظمي وحكومة الكاظمي، لكن حكومة الكاظمي والكاظمي والحكومات التي سبقت الكاظمي بعمل تغيير ديمقراطي استغلت فرط المجتمع الدولي واستغلت منظمة الأمم المتحدة وصمت المجتمع الدولي بالإجماع، وبالتالي هي مستمرة بهذا النهج لكن لماذا الطائفي لتغيير المناطق، نعم، ديموغرافيا وخاصة المناطق التي تحيط في بغداد، لأنه هذا مشروع إيراني فارسي بحث من قبل مئات السنين تسعى إليه في إيران، والآن حصلت على هذه الفرصة عن طريق هذه الأحزاب، نعم، وعن شيخ طريق فايز. هذه الميليشيات شيخ التي فايز إن كنت تسمعني، مطلقا لإيران وليس للعراق. نعم، لكن لماذا يعني شيخ فايز تقوم قوات مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص بهذه العمليات؟ وإلى أي مدى يمكن ربط ما جرى بالبكرية بمناطق أخرى لا سيما حزام بغداد وقربها من المطار؟ تفضل. يعني بكل تأكيد هم لديهم تجارب، يعني عندما يسعون إلى تهجير أبناء أي منطقة هم عرض التخويف والترعيب والرعب والاستطاب والقتل في بعض الأحيان، وبالتالي هذا يؤدي إلى تهجير أبناء هذه المناطق، ولكن على أبناء هذه المناطق الصمود أمام هذه الهجمة الشرسة الغير قانونية والتي تتحدى جميع القوانين الدولية، نعم، في صمت المجتمع الدولي. طيب، عمليات الهدم هذه شيخ فايز إلى أي مدى تؤثر على ديموغرافية الغزالية وعلى بغداد بشكل أوسع؟ وبصيغة أخرى، ما المطلوب اليوم من أجل إنهاء كل هذه المخططات التي تستهدف الأهالي؟ وما تسعى إليه إيران وأدواتها في العراق هو كسر هذا الحزام وتغيير ديموغرافي شامل في مناطق بغداد وفي حزام بغداد خاصة، لكي يتم المشروع الفارسي في عاصمة القرار العراقي بغداد والاستيلاء على القرار العراقي بالكامل. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ فايز الشاووش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.